دلوقتي جمعتكم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. اهلا وسهلا, اهلا بيكم كلكم معايا. انا نجوى إبراهيم معاكم في بيت العز على نجوم اف ام 100.6. اهلا يا ميدو, صباح الخير ابو سفيان. شوفوا بقى النهارده في ناس كتير ساعات تقابلني تقول لي هو انت ليه بتقولي مساء الخير واحنا لسه يعني الدنيا نهار. هو بعد الساعه 12 بيبقى يوم تاني, يعني بنبتدي نعد نقول مساء الخير. طيب البرنامج طبعا في عز النهار احنا عارفين, لكن بعد الساعه 12 خلاص مثلا مفيش تحيه اسمها بيبقى مساء الخير وصباح الخير, مفيش مثلا بعد الظهر الخير, في جود افترنون بس مفيش بعد الظهر الخير. معلش اعذروني, احنا كلنا بنقول كده. الزمن مربك شوية, عشان كده انا قلت ايه رأيكم نعمل حلقة النهاردة عن الوقت وعن الزمن. ده حاجة مهمة جدا, العلاقة بين الانسان وبين الزمن عموما يعني علاقة معقدة جدا, مش اي حد بيفهمها. انا علاقتي ايه بالزمن, انا علاقتي ايه بالوقت, ده مهم قوي. من خلال الحلقة بتاعت النهاردة هتقولوا هي ماما نجوى بتتكلم عن الزمن, هو طب احنا هنستفيد ايه؟ هنستفيد, مفيش شك اي كلام بيطلع من اي حد عنده شوية خبرة ممكن ان احنا نستفيد. في نفس الوقت مثلا تلاقي الستات تقولك ايه الوقت بيعدي بشويش قوي قوي قوي, هي مش عاوزة يعدي, هي مبسوطة ان هو بيعدي بشويش علشان هي تفضل كده زي ما هي نفس العمر. لكن هي بتحس بقى بالوقت لما بيعدي بسرعة, لما مثلا بتكون بتشتغل, لما تكون قاعدة بتتفرج على مسلسل, لما تكون, هنتكلم في التفاصيل دي كلها ونعرف ايه الحكاية. كمان دول الستات, الستات الزمن بالنسبة لهم هو ايا وشي ايا تجاعيدي ايا يعني. انما الرجالة علاقتهم بالزمن غريبة جدا جدا, يعني مثلا الرجالة مع مرور الزمن بيزدادوا حكمة, بس على صعيد آخر رجالة كتير مع مرور الزمن يعني ايه مش بيتجننوا, بيتهوروا وبيجي يقولك اللي هي الفترة المراهقة المتأخرة. تلاقي مثلا اول ما يخش بقى عنده 48-50 تلاقيه حصل له حاجة هسهس. لكن الست في التوقيتات دي اللي هي اربعينات لغاية خمسينات تبتدي هي بتبقى عصبية جدا, بانيك زي ما قلت لكم اياني شكلي اياني وش. نفس الوقت انه الناس كتيرة تقولك ايه ده ما بقاش فيه بركة في الوقت, فيش بركة مع ان متوسط الاعمار زاد. يعني زمان مثلا تبص تلاقي ايه منتصف العمر او العمر بيبقى متوسط 30 سنة تلاقيه خلاص بيمشي, ويقول لك مثلا كهل كهل عجوز في الخمسين من عمره. لا انت ممكن دلوقتي تقول شاب في الستين شاب في السبعين, الموضوع اختلف. ليه؟ لانه الزمن مرتبط بالعقل بالاختراعات بالتفكير بالذكاء. انت بتيجي تعمل حاجات مثلا الدواء, الأدوية اتطورت جدا, المواصلات اتطورت جدا, ما هو كانوا يروحوا حجوا على الجمل دلوقتي تيك تاك على طول في الطيارة. طيب هل مرور الزمن بيأثر بقى على التفكير بعد كل اللي انا قلته ده؟ طبعا definitely زي ما بيقولوا absolutely هو بيأثر على التفكير. ليه؟ لانه الخبرة بتدي بيبقى لها تأثير على عوامل النجاح والفشل. يعني لما يبقى عندك خبرة مش هتخش تجربة انت فشلت فيها قبل كده, ولو ان في ناس بتبقى يعني سيئة الحظ شوية فبتروح لابسة في نفس الحكاية يقولك اصل هي كده عجبها كده هي بتختار كده او هو بيختار كده, فبنفس الغلط بيحصل مرة تانية.
انا عايزه اقول لكم حاجه، الوقت، الوقت بحقيقي هو ثروه. خلي بالك الوقت بحقيقي هو ثروه حقيقيه. اذا قدرت تتعامل معاه وتخططه وتظبطه وتحترمه هيحترمك وهيدي لك كتير قوي قوي، ومش هيبقى، هيبقى فيه بركه. بدل ما نقعد نحط ايدنا على خدنا او نخبط على خدنا ونقول الوقت ما بقاش فيه بركه، الوقت بيعدي بسرعه، الوقت متعفرت. بعد الفاصل هنعرف هو متعفرت ليه ومين هو اللي عفرته. عفرته، هنشوف بالظبط. نطلع مع بعض فاصل ونرجع تاني. يلا يا ميدو. مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بكم مره تانية معايا في نجوم اف ام. بيت العز بقى ده، ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنبتدي نركز معاكم شويه في موضوع الفلوس، عشان بما ان البنك الاهلي معانا فهنتكلم قوي في الفلوس والفوائد والمستريح والمستريحة. ربنا يريحنا جميعا يا رب بالخير والهنا والصحة. عزة الجهري صاحبتي، أهلا يا عزة، صباح الفل. في رقم 44-81 بتقولي أنا برسم كويس قوي قوي، ويوم الخميس بقى يوم جميل بستناكي، والبلوزة حلوة. بلوستيك ولا بلوست؟ بص هقول لكم حاجة، اللي هيقولي حاجة حلوة هديها له. خلاص نتكلم بقى في التليفونات. 57-95 بيقول لي من صفات الزمن الجميل اللي احنا فيه، ما فيهوش صحيح بركة لكن احنا بنضيعه، واحنا اللي بنعمله كده في الحاجات الهايفة. 99-28 مش فاكرة الاسم بالظبط، بس هو مكتوب كده، مش كاتب الاسم، اللي هو قال لي مرة انت هتكفرينا ولا حاجات كده يعني. فبيقول لي النهارده مساء الخير يا ماما نجوى، اي حاجه منك حلو. طيب حلو، ربنا يخليك يا رب. بص بقى، انا عايزه اقول حاجه ناخدها قاعده، وخدوها مني نصيحه، دي بقى نصيحه وش كده. لازم يبقى عندك ساعه. مثلا انا مثلا يعني الساعه بالنسبه لي مهمه جدا. ساعه في المطبخ، ساعه في الحمام، ساعه في كل اوضه. هي الحاجة الوحيدة الصالون طبعا ما فيهوش ساعة عشان ما يصحش. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انت وكمان ايه ده، انا بقدمها ربع ساعة، يعني بقدم الساعة ربع ساعة، وفي ساعات بقدمها في اوض معينة، يعني اول ما اصحى لازم تبقى نص ساعة مقدمها عشان اتخض. يا خبر ابيض، وبعد شوية اقول الله ده انا لسه، ده انا لسه في نص ساعة. في فيلم عايزاكوا تدوروا عليه على اليوتيوب اسمه In Time. فيلم In Time بتاع جاستن تيمبرليك. ده مطرب شاب صغير ونجح جدا السنوات اللي فاتت. وقال الفيلم ده بيقول ايه؟ بيقول ان الثروة الحقيقية هي الوقت. الوقت، الزمن. يعني يقولك ايه؟ ده غني جدا عنده وقت. يعني الناس بتشوف انت عندك كم ساعة، ممكن يبقى اليوم كله 30 ساعة مش 24، في ناس اليوم بس 10 ساعات. ليه لازم تتفرجوا على الفيلم ده؟ هتخرجوا من الفيلم ده او بعد ما تخلصوا الفيلم ده وكتب The End، النهاية، هتلاقوا علاقتكم تغيرت مع الزمن ومع الوقت. دي حاجة حلوة قوي ان الواحد يعرف قيمة الساعة وقيمة يعني مثلا، علشان شوف كذا، علشان بقى علشان تعرف قيمة الأربع سنين، اسأل طالب اتخرج من الجامعة يقولك. علشان تعرف قيمة السنة، مش الأربعة أو الخمسة، عشان تعرف قيمة السنة اسأل طالب بيعيد السنة كويس. علشان تعرف قيمة الشهر اسأل أم خلفت بدري شهر وقعدت الشهر ده كله جنب الحضانة مستنية يا حرام. علشان تعرف قيمة الساعة، شوف شلة اصحاب قاعدين مثلا على القهوة او الكافيه زي ما انتوا بتقولوا مستنين صاحبهم اللي اتزنق يعني في الزحمة. عشان نعرف قيمة الدقيقة، الدقيقة شوفوا بقى، هنسأل شخص فاتته الطيارة او فاتوا القطر. تخيلوا بقى انه الثانية
ليها قيمة. والله ازاي؟ عشان نعرف قيمة الثانية هنسأل شخص خد الميدالية الفضية او الميدالية البرونزية بدل ما ياخد الذهبية، لانه فرق عن اللي قدامه بثانية، مفيهاش كلام حتى في السباحة. طيب دي حاجة مهمة قوي قوي. طب تعالوا بقى نشوف الاولويات بتاعتنا بنرتبها ازاي علشان نتعامل مع الوقت ومع الزمن. مثلا هنجيب ورقة وقلم ونكتب مهم وعاجل، غير مهم وعاجل، غير مهم وغير عاجل. هنفهم بقى التقسيمة دي ازاي. تعالوا نبتدي. مهم وعاجل، المهم والعاجل الاثنين يعني خلاص لازم يتعملوا حالا، اللي هو ايه؟ مثلا بنكتب تقرير، بنكتب سي في عشان رايحين بكرة نقدمه، امتحان بتاع بكرة لازم نذاكر النهاردة اللي ملحقش. نمرة اتنين، مهم وغير عاجل. زي الحاجة المهمة انك مثلا انا قلت ان انا هروح الجيم، ده مهم بس مش عاجل، مش هديله من وقتي واقعد اديله واقعد افكر، نستنى عليه شوية. طيب غير مهم، مش مهم ابدا بس عاجل مستعجل شوية، ده اللي هي حاجات مثلا بتفاجئك، يجي لك تليفون يقول لك والله لازم تسافر على طول دلوقتي تروح مسافر. غير مهم وغير عاجل اللي هي الامور اللي ما اقدرش اقول عليها تافهه بس مش مهمه ومش مستعجله، الحكايه مش مستعجله، ممكن نخليها تعدي عليها يوم واتنين واسبوع وممكن شهر. يعني ظبط الطريقه بتاعتك في حوارك او في تعاملك مع الوقت زي بالظبط الفلوس، كل ساعة اعتبرها انت الساعة دي انت مليونير، انت معاك مليون جنيه، هتصرفهم ازاي؟ ده برضو مهم جدا. تخيل انت معاك مليون جنيه ونزلت بقى في الشارع تيك 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 وعمال تحدفهم على الناس ليه؟ انت معاك دلوقتي عندك وقت وعندك في عز شبابك و و و الى اخره، وعندك الوقت بتاعك ربنا يديكوا طولة العمر والصحة، ما اقعدش انا بقى اقعد على السوشيال ميديا اضيع 3 4 5 ساعات من عمري. دي ده عمري، الوقت ده عمرك وعمرك، ازاي نضيعها في التفاهة؟ ازاي تقعد على القهوة 7 ساعات؟ يا نهار ابيض، يا صبرك يا اخي وبرده يا صبرك يا اختي اللي انت بتقعدي على الكافيه مع صحباتك بالست 7 ساعات تتكلموا، ويا ريتكم برضو بتتكلموا على طول، لا ده كل واحده قاعده قدامها الحاجه بتاعتها. طيب الانسان بيقولوا ان الانسان لما بيتولد بيبقى ما عندهوش اي اتجاهات ولا اي حماس ولا اي سوء ظن ولا اي شر، بيتولد وهو ابيض نقي كويس. مع مرور الزمن تبتدي لغاية لما تكبر تحس ان في حد ذهب وفي حد حديد. طبعا الحديد ده بيبقى قوي وكل حاجة لكن بيصدي، لكن في ناس تانية الزمن ما بيأثرش فيها لا شكلا ولا موضوعا، بالعكس في ناس كل ما كبرت كل ما تقول الله لما نبص عليها وهي صغيرة، او لو هو بنبص عليه وهو صغير نلاقيه وهو كبير احلى، ولما تيجي تكلمه تبص تلاقيه انه هو لطيف هادي مش زربون ومش متضايق ومش متعصب. فتعالوا نشوف العلاقة بتاعتنا احنا والزمن والوقت اللي هو مكون الزمن بيحصل فيها ايه، بيحصل فيها ايه مدى مثلا على مدى يوم. ايه رأيكم؟ بس ناخد نفس كده وناخد فاصل وابتسامة عريضة كده، شفت أبو سفيان بيعمل فينا إيه؟ مبتسم الحمد لله. أحلى حاجة في الدنيا لو أنت حسست نفسك أن أنت سعيد هتسعد، لو فضلت تزن وقف بقى هتقف. خلاص اتفقنا، يلا نطلع فاصل. بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا
بيكم معي مرة تانية في بيت العز، وبنتواصل مع بعض على الواتساب 0155 955 1006 و 38 350 2022 الأرضي. أنا مستنياكم. لسه بقول للميدو فضلنا قد إيه؟ فضلنا يعني كمان فاصلين، فاصل وفاصل فاصلين. فقلت له يا الوقت بيجري. فعلا الوقت بيجري، عشان تعرفوا ان الوقت بيجري ومفيش حاجة مهما كانت كبيرة اللي بتقل. حاجة غريبة جدا، مثلا هات كده قرطاس لب او هاتي بتاع كده كبيرة قوي، حلة مليانة بوب كورن الفشار، وقعدوا تك تك تك، وتقول يا ده كتير قوي، ده ايه ده، هيخلص امتى؟ تك تك تك، مفيش، 10 دقايق خلص، وانت فاكره ان انت هيقعد كتير، ممكن يقعد معاك التاني يوم. فكل حاجه، والكبار زمان يقول لك ايه، خد من التل يختل، كل النحر في الحاجات دي، خد من التل يختل. هنشوف دلوقتي بقى الحاجات اللي احنا بنعملها وبنضيع فيها وقت كتير قوي وطويل، يعني من عمرنا بنضيع فيها عمرنا. مثلا هنشوف نمرة واحد، الشغل. اللي بيشتغل بيروح يشتغل 8 ساعات، ده مش معناه ان هو بيروح الشغل يقعد 8 ساعات او بيعمل انتاج 8 ساعات. فخلينا ايه نعمل خسارة الوقت ده، 8 ساعات ب 8 ساعات شغل، يعني تاخده ساعة راحة. كمان السوشيال ميديا بتاخد من عمرنا، يعني بتاخد من الوقت. في ناس بتقعد على السوشيال ميديا 3 ساعات الصبح و 3 ساعات الظهر و 3 ساعات قبل ما يناموا، 9 ساعات، ده كتير قوي. الفرجة على التلفزيون او الماتشات، لو انت خدت لك كل يوم ماتش عالمي من الناس، يعني 90 دقيقة اتفرجت على ماتشين، يا نهار ابيض العمر راح فين. تروح مثلا تقعد عند السمكري، او انت عايزة تروحي تعملي تشوفي العفش بتاعك، بتأسسي البيت بتاعك وعروسة جديدة، شوفي كل يوم بتروحي تقعدي قد ايه عند المنجد، وعند تشتري ملايات وتشتري مش عارفة. يعني مش قادرة اقول لكم، يعني الحقيقة خسارة. طيب المصالح الحكومية، لما الواحد عايز يروح يخلص اوراق هتعمله ايه؟ بنقعد بالساعات. ده غير بقى المناسبات الاجتماعية، من افراح او من عزاء، ده برضو بيضيع. بس في حاجات لذيذة قوي، وانا بشتغل في الحلقة لقيت ان في حاجة دمها تقيل جدا، قصدي دمها خفيف جدا، وفي حاجات دمها تقيل. مثلا لو متوسط عمر الانسان 60 سنة، يديكوا طولة العمر يا رب دايما، مثلا 8 ايام انت بتضيعهم وانت بتربط الجزمة، تخيلوا 8 ايام في 60 سنة. طيب شهر في انتظار اشارة المرور، شهر عند الحلاق، طبعا الستات لا، الستات سنة تقريبا، 11 شهر للستات اللي هم عندهم يوصلوا 60 سنة، بيكونوا قضوا 11، ما بين 11 شهر و 12 شهر، يعني سنة في عند الكوافير. وانت بتركب الاسانسير واقف الطابور ونازل وداخل ونازل وطالع، انت بتضيع 3 شهور من عمرك. يعني كان زمان قوي يقعدوا بصولي قوي كده في التلفزيون، بطلع العاشر، دلوقتي اطلع للثامن او السابع بس، تك 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 تك، لانه دي رياضه. ركوب الاسانسير 3 شهور من عمرك. طب غسيل السنان، غسيل السنان، فكرت انت بتصرف كام من عمرك طوال 60 سنة؟ 3 شهور، 3 شهور، على اعتبار ان انت كل يوم الصبح وبالليل وممكن 3 مرات في اليوم في دقيقة او دقيقتين. وانت مستني المواصلات 5 شهور، الوقت اللي انت بتقضيه في الحمام في اللي هو سنة من 60 سنة، سنة. طيب في ناس في قراية الكتب ممكن تاخد 2 سنين من عمرها بتقرأ الكتاب، وفي ناس بتاخد 1 سنة. طب الأكل، يا أختي
الاكل بقى تعالوا لي اقول لكم الاكل 5 سنين بتقعد الوقت الاكل بتضيع وقتك وعمرك 5 سنين من 60 سنة وانت بتاكل. طب في الشغل ما بين 8 سنين و9 سنين. اما النوم بقى فبيبقى تلت العمر، يعني انت بتنام 20 سنة من 60 سنة. ربنا يطول في عمركم وتقعدوا كمان. احلى حاجة في الحياة اللي احنا عاوزين نتفق ان احنا نعملها مع بعض اللي هو التأمل. يعني في ناس انا كنت بروح لغاية قريب وممكن دلوقتي اروح، اللي هو تروح تاخد درس مديتيشن. المديتيشن ده بتقعد تتأمل طبعا معاه اللي هو شوية تمرينات تانية وشوية حاجات رياضيات حلوة. في دلوقتي ناس لما تيجي تقول لها هي الوقت الحلو بيعدي بسرعة ليه؟ ليه؟ السؤال ليكم، هو الوقت الحلو بيعدي بسرعة ليه؟ احنا عندنا فصلين ولا فصل واحد؟ المسرحية بتاعتنا كم فصل؟ ده واللي جاي؟ حلو قوي. اكمل كلامي بقى ونشوف العلم بيجاوب على اللغز ده اللي هو ليه الوقت الحلو بيعدي بسرعة. مثلا تبص تلاقي رمضان هو 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 هو، يعني من جماد الاول، العشر ايام بتوع جماد الاول والعشر ايام بتوع رمضان حاجة مختلفة. تبص تلاقي رمضان جري ليه؟ لانه السعادة. عشان كده اما تلاقيك مبسوط وحاجة بتعملها مبسوط وناس بيبسطوك امسك فيها، افضل ماسك كده ومثبت قوي، لان الحاجات الحلوة بتعدي بسرعة. اما الحاجات الغلسة فتحس ان الزمن وقف. ليه يا سيدي يا سيد يا فندي يا زمن انت ليه جاي في الغلاسة وتتصدر؟ لانه هو بتحس ان هو تقيل على قلبك والدنيا واقفة، وقف بقى الحكاية دي مش هتعدي يا ساتر. وخصوصا حتى لو معاك صاحبك ده بيغلس قوي جاي يحكي لي حدوته ملهاش اي معنى، وانا مالي انا جوز بنت خالته لما وقع ابنه وقع من على البسكليتة وقرته خر الدم، وقعد يحكي لك وبقى يتفنن، وبعدين بصيت لقيت مش عارفة ايه. طب انا عايز احكي لكم حكاية بالمناسبة بقى. كنت بعمل فيلم وبعدين الفرقة كلها الانتاج والولاد في الاخراج ده في اواخر التمانينات، في التمانينات منتصف التمانينات، اول مرة في حياتي اشوف نافورة الدم بتطلع من هنا من وسط الراس من فوق القورة من فوق الجبهة. ازاي واحد طلع طوبة وراح خابط واحد على راسه؟ قلت يا نهار ابيض، لقيت نافورة كده طلعت زي ما شفت الفنان العظيم الله يرحمه محمود المليجي في فيلم الأرض وهاته ده، وهو خارج من السجن وحاطط إيده على شنبه لما حلقهوله، وأنا جريت عليه ومسكت إيده وقلت له أهلا يابا أهلا يابا حاجات كده. تبص تلاقي يوسف شاهين خد اللقطة بتاعت عينين محمود المليجي وتلاقوا قدامها الدموع بتاعته واقفة على الرمش. وقبلها بثلاث دقايق كان بيشرب السيجارة وقاعد بينكت معانا كلنا لا 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 وبيضحك. انا طبعا قلت مش عارف يمثل ده، ايه ده ده بيضحك وقال لك يلا ستاند باي كلاكيت. بصيت لقيت الدمع فبصيت له قوي كده، فيوسف شاهين قال انت بتبصي على ايه يا دقدق؟ ما ينفعش. قلت له انا بعتذر معلش اصل انا استغربت. فطبعا الفكره انه في حاجات بتعدي عليك دمها خفيف، بتبص لقي نفسك سبت نفسك للزمن او سبت الزمن يجري منك. اوعى تخلي الزمن يضحك عليك. احنا عندنا فاضل لنا فاصل، هنطلع مع بعض الفاصل ده وبالراحه كده نستطعم بالخمس ست تمن دقايق اللي فاضلين، نقعد كده نستطعم فيهم علشان هقول لكم شويه كلام ممكن ينفع ممكن. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أهلا بكم معايا مرة تانية في نجوم اف ام 100.6 وبيت العز، والنهاردة بنتكلم على الوقت والزمن. يعني مكونات الزمن هي أول حاجة هي الوقت، وإنه
بعد كده زي ما قلت لكم في فيلم اسمه In Time بتاع جاستن او جاستن تيمبرليك، وده بيتكلم على ان الفقير والغني هو اللي عنده وقت والفقير اللي ما عندهش وقت. تعالوا بقى نرد على حبايبنا اللي بيبعتولي 80907 بتقول لي بحبك قوي يا ماما نجوى، الموضوع رائع. الله حلو ده. كنت طبعا في كل فاصل بقعد اتكلم مع مين، مش هكلم نفسي وانا بقعد اتكلم مع ميدو المهندس معايا في الاستوديو، فبيقول لي حاجات جميله جدا اللي هي كانه بيقرا السكريبت. حاجه حلوه قوي ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالوقت، بالعصر، بالفجر، والانضباط في الوقت هتلاقيه في الصلاه، في الصوم، في المدارس، في العمل. كل ده تبص لايه الساعه كذا لازم تصحى تعمل كذا، لازم كل ده حاجات تبقى مهم قوي قوي. طيب في واحد بعت لي من برلين بيقول لي انا بسلم عليكي، او واحده بسلم عليكي من برلين المانيا، الاخر هو اولها 0491 واخرها 6005. طيب في كمان حد بيقول لي فعلا الوقت ده مهم قوي، والوقت لازم بدل ما نقعد 5 ساعات او ده المينيمم 5 ساعات على السوشيال ميديا، ليه ما نشوفش الناس اللي حوالينا اللي بنحبهم نقعد معاهم الوقت ده، علشان لما نفقدهم نقول يا ربي احنا ليه افتقد يعني فقدناهم، ليه ما ادينلهمش وقت. وده حقيقي يعني سبحان الله. انا مثلا اقول ايه، يا سلام لو امي ترجع دقيقة وربنا ياخد حتى 10 سنين ولا اموت على طول بس اشوفها. تخيلوا بقى ان انتوا ممكن عندكم الام وعندكم الاب وعندكم الاهل وعندكم الاصحاب وعندكم كل ده، ادولهم من وقتكم. ليه انا افضل ماسكة ده، ولو انه طبعا ده في الشغل حلو قوي عشان انتوا تنوروني فيه. طيب في حد بيسألني اخر النمرة بتاعته 45-62 بيقول لي سلام عليكم، هو البرنامج الساعة كام؟ البرنامج الساعة 1 يا فندم، من 1 لـ2 وبنعيده تاني. اسمه بيت العز، وانا اسمي نجا ابراهيم، وهو اسمه ابو سفيان ميدو، وبيتعاد تاني يوم السبت من 4 لـ5 بعد الظهر. طيب تعال نشوف بقى يعني العلم ليه بينصف كبار السن، لانه كبار السن هم اللي بيعملوا لنا الوقت، وهم اللي خلونا يبقى احنا نتمتع بعمر اطول. بعد ما كان زمان زمان قوي الكبير السن بيبقى عنده 50 سنة او 40 سنة عجوز او كهل، فهم دول اللي بيخترعوا لنا حاجات حلوة قوي قوي. في واحدة اسمها إتيلدا كاوسوم، دي مديرة دراسات تحسين الفاكهة في جامعة السوربون، قالت ان الفاكهة والخضار فقدت طعمها اللذيذ. ليه؟ علشان هم بيستعملوا جينات أسمدة قوية جدا بتخليها تعيش فترة أطول. يعني اللي بيعيش فترة أطول بتقول، هي عايزة تقول يعني انه بيعيش فترة أطول لأنه بيبقى قوي، لكن احنا مش محتاجينه في الأكل، احنا محتاجينه في صحتنا علشان ناخد الفيتامينات بتاعتنا كويس، ولازم نعيش كويس. وكل ما نكبر كل ما تكبر كل ما تحلو، كل ما تكبر كل ما تقوى، كل ما تكبر كل ما عندك خبرة. وفي حاجة كمان، اما تلاقي حد بيتكلم وتحس ان هو بيتكلم مثلا كتير، حلو اسمعوا، ده كريم مش بخيل. طبعا لما يتكلم حاجات كويسة ليها ثقل، ملهاش مش بيتكلم في البابلز، انت بتقول له اسمعوا، انما ما تخافش منه خالص وما تتضايقش ويف بقى ده رغاية او دي رغاية يا ساتير. لا، خاف من مين؟ خاف من اللي قاعد ساكت السهون ده. انت عمال تتكلم وانا رحت وانا جيت وانا اشتريت وانا الحمد لله وانا قبضت الجمعية امبارح وانا خدت مش عارفة ايه. اوكي، وهو قاعد باصص لك كده. خاف منه ده بقى اللي مرقد على المعلومات وهيطلعها لك ويطلع السيدات. لكن
ما تتكلمش برضو كتير علشان انت ما تعرفش امتى المنصت اللي قاعد ساكت ده هيخونك. يعني انت تصرف بقى، اتصرف في كلامك، في التوقيت، في السرعة. ممكن تبقى تعمله سريع وتتكلم بسرعة بسرعة بسرعة. انا ساعات بسمع مثلا في الإذاعة او في التلفزيون بيتكلموا بسرعة بسرعة بسرعة. طب استني يا بنتي، خليك شوية كده. فلما بلاقي نفسي بتكلم بسرعة اروح على طول مظبطه نفسي واتكلم بشويش، بس افتكر ان خلاص الوقت يخلص فالحق اما الحق بسرعه اتكلم. فطبعا الست دي قالت كلام لطيف قوي، لكن في الاخر خالص انا عايزه اقول لكم على حاجه حلوه لازم نعملها سوا مع بعضنا، اللي هي ايه؟ اللي هي الحكمه بتاعت مرور الزمن. انا كتبت لكم حاجه لطيفه جدا. راجل كبير في السن قالوا له انت اتعلمت ايه من عمرك اللي فات ده كله؟ انت راجل كبير عندك 80 سنة او 75 سنة. قال لهم انا اتعلمت ان الدنيا سلف ودين. الكلمة دي او الجملة دي يمكن الشباب ما يفهموهاش قوي، لكن لما تيجي تعرف ان الدنيا سلف ودين، انا باخد وبدي واللي بعمله بيرجع لي كده، يعني اللي بتعمله هيرجع لك تاني. مثلا اتعلم كمان، هو بيقول اتعلمت كمان ان المظلوم لابد هينتصر، لابد ان ربنا هيرضيه، لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هيشيل عنه الظلم حتى ولو بعد حين. كمان اتعلم ان الحياة ممكن جدا تنتهي في ثانية، في ثانية. قاعد على الكرسي وعنده 18 سنة ومامته يلا حبيبي يلا تعالوا اعمل اتغدى، سكت. فالفكرة ايه؟ الغفلة دي. قال كمان اتعلمت ان رأس مالك فلوسك، حب الناس ليك، هو لسانك، هو كلامك، هو انت بتقول ايه، انت بتتنفس تقول ايه. ده في ناس لما بتتنفس بتطلع كلام يا ساتير فظيع. ابتدى بقى انا لازم اعمل لكم تحليل زي تحليل الكوره وهو بيعمل بيشوح بايديه، يلا بقى عايز يروح علشان يشوف سفيان. اوكي. اتعلم كمان ان اغنى انسان في العالم هو اللي بيمتلك الصحة. قولي بقى او قوليلي لو انت، ربنا يفتح على الناس كلها، لو عنده واحد عنده فلوس كتير لكن هو بيصرفها في العلاج. فاهم حاجة ان انت تبقى راضي، مش مهم موضوع الفلوس، مش موضوع الفلوس دي مش ملهاش قيمة. وانا دايما اقول لكم الرزق الحقيقي هو الصحة، الرزق الحقيقي راحة البال، الرزق الحقيقي حب الناس، الرزق الحقيقي ان انت ما تتحبش سنة سنتين، لا انت تتحب لغاية لما تموت بعد الشر. قال كمان اتعلمت ان السفر اجمل طريقة للمعرفة. اتعلمت ان القراءة اهم طريقة للثقافة. اتعلمت ان اللي بيقول انا 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 ده ولا حاجة، ده بلونة. اتعلمت اللي معدنه ذهب هيفضل معدنه ذهب، لا يمكن يصدي ولا يمكن يبوظ ولا يمكن ولا يمكن. اتعلم كمان ان اللي ماتوا دول كانوا مشغولين لغاية وهم بيموتوا. ليه؟ شايلين الهم وعندهم خطط وعندهم مش عارف ايه وعندهم ايه وعندهم ايه وعاملين لبعد بكرة والشهر اللي جاي والسنة اللي بعد اللي جاية. عشان كده اخر الحلقة بتاعت النهاردة هقول لكم على حاجة لذيذة قوي، وانتوا وبعد كده قولولي انتوا هتسمعوا ازاي او تفهموا ازاي. اما بصحى الصبح ناقصني حتة وزغرت لولولي. اول حاجة ان انت بتصحى بتشوف، عينيك بتشوف بتفتح. طبعا نمرة واحد ان انت صحيت، نمرة اتنين ان انت
شلت ايدك وحط، وانا دايما اقول كده كل كام حلقه افكركم، شلنا ايدنا وعملنا كده. في ناس عشان الصباع ده يتحرك كده كده عاوز 6 شهور علاج طبيعي، وبعدين نزلت ومشيت، وبعدين المخ اشتغل والمعده اشتغلت ودخلت الحمام من غير خراطيم و و و. شوف بقى النعم، شوف النعم، وشوف الوقت اللي عندك قد ايه. انت غني بالوقت وبالصحه وبحب الناس، صح الكلام؟ انا بحبكم جدا وبحب اتواصل معاكم، وبحب كل اللي بعتني يقولوا عايزين نكلمك. طب ما تتكلموا يا جماعه، مفيش اي مانع يعني. وبعدين اللي عجبهم البلوزه يقولوا لي وانا يبعتوا لي العنوان وانا ابعتها لهم حقيقي والله. وبعدين بستنى كل يوم خميس اقابلكم في على نجوم اف ام 100.6 في بيت العز، بنتقابل واللي بيستعمل حبايب مليون، وبنعيد تاني نفس الحلقه يوم السبت، كل يوم سبت من 4 لـ5 بعد الظهر. احبكم قوي، الى اللقاء. كنتم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.